قبل مشاهدة الفيديو يرجى الضغط على زر سبسكرايب وزر الجرس ولا تنسى لايك للفيديو. السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين، مرحبا بالاصدقاء، مرحبا بالناس اللي كيتابعونا في قناه سعد التقنيه من خلال هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم ان شاء الله غنحاولوا من خلاله انا نتحدثوا في واحد الموضوع اللي تعرض ضجه كبيره في اوساط المجتمع المغربي بخصوص الفاجعه التي حصلت بمدينه سيدي علال البحراوي ضواحي الرباط او القنيطره. يعني الفاجعه فعلا اثرت في الجميع، خصوصا يعني الشاكله التي جاءت عليها، الصوره التي تم نشرها عن الطفله التي توفيت يعني خلف يعني ما يصطلحوا عنه يعني بالدارجه المغربيه يعني كرياج، يعني شي حاجه اللي كتاثر في النفس، ولكن في نفس الوقت وجب التنبيه. يعني كنعرفوا انه ملي كيجيو بحال هاد الاخبار او بحال هاد المشاكل فكلها كيلغي بالغاية، يعني كل شخص يحاول أن يعطي أفكاره، كل شخص يريد أن يقدم مجموعة من النصائح، ولكن في الحقيقة دائما عندما يتم طرح النصيحة يتم تحميل المسؤولية لطرف واحد، والطرف المسؤول في هذه الحالة هو الشاحن. يعني دائما ما نوجه أصبع الاتهام إلى الشيء ولا نوجه أصبع الاتهام إلى أنفسنا، لأننا نحن المسؤولين عن حماية أنفسنا، نحن المسؤولين عن تأمين أنفسنا وممتلكاتنا، وطبيعة الحال الحفظ الله كيف ما كان الحال. أولا خصني نتكلم في واحد الموضوع اللي كيخص الشواحن. كنعرفوا على أن الشركات اللي معروفه، يعني حنا كنتكلموا على الشركات اللي معروفه، دائما ملي كتطرح لك واحد الهاتف ما كطرحوش لك بواحد الصيغه اللي هي عشوائيه، يعني كطرح لك هاتف كطرح من بعده شاحن، هذاك الشاحن كيكون بينه وبين الهاتف واحد الكومبين، يعني واحد الكونتاكت، يعني اللي كيكون متجاوب، يعني كيقول لك الهاتف اودي انا راني تشارجيت 100%، اذا كيتقطع او كيتفصل التيار الكهربائي على الشاحن، وبالتالي الشاحن ملي كيفهم هذاك الميساج ان الهاتف ما بقاش مازال كيقبل انه يدخل ليه التيار، فالشاحن كذلك كيفصل التيار على نفسه، وبالتالي في هذه الحاله كيولي الشحن يعني غير مربوط، يعني فقط كانك قمت برفض مقبس تيار كهربائي فارغ، يعني بدون اي جهاز، يعني يبقى الكهرباء يعني يتمرر في دائره محصوره، وبالتالي فالشاحن لن يعطي اي استجابه للهاتف. المساله الثانيه، عندما نتكلم عن هاتف أصلي مع شاحن أصلي فهذا ممتاز، ولكن عندما نتكلم عن هاتف اسمه غير معروف في السوق، ثمنه رخيص، جودته رديئة، فكن على يقين فحتى الشاحن سيكون ذو نوعية وكفاءة رديئة، ليس كالشواحن المعروفة حاليا التي يعني تكون مخصصة ومصنعة لكي تشمل هاتف في حد ذاته، خصوصا عندما نتكلم عن خصائص كالفلاش شارج او الكويك شارج، فهنالك هواتف يعني تستحمل هذه الخاصيات وتكون متجاوبة معها بشكل جيد، عكس ما إذا قمنا مثلا باستخدام شاحن عادي مع هاتف يعني بخصائص عالية، ففي هذه الحالة فأنا سوف أؤثر من الدرجة الأولى على الهاتف لأني استخدمت له شاحن غير أصلي وغير متوافق. لذلك فالفكرة التي جاء عليها الشاحن هي أن يكون جزء من الهاتف، يجب أن نفهم هذا الأمر. فهناك مثلا من يقول لك أعطيني الشاحن أريد أن أشحن هاتفي، فهذه راه هي اخطر حاجه يا اصدقائي الكرام، فراه كل هاتف عنده امبيراج خاص به، كاين اللي كتلقى عنده مثلا امبيراج طايح، كاين اللي كتلقى عنده امبيراج طالع، كلها وعلى حساب شنو عنده. انت ملي كتعطيه شارجور ما عندوش علاقه بهذاك الهاتف، ففي هذه الحاله يقدر ياثر على الهاتف ديالك ويضر بالكفاءه ديال البطاريه، يعني ما غتبقاش مازال تستجيب لك للشحن من بعد، وتقدر انها تنتفخ، سيرتو الا كان لومبيراج طالع، يعني راه تقدر البطاريه انها تنتفخ وتضرك اخي الكريم، وبالتالي دائما وجب استخدام شاحن اصلي 100% مخصص للهاتف الذي اشتريته من عند الشركه لاول مره مع الهاتف. اذا تضرر لك ذلك الشاحن تستطيع ان تشتري شاحن جديد من المحلات او البوتيكات او الستور الكترونيك اللي كاين في الانترنت الخاصه بالهاتف ديالك، اللي كيكون الثمن ديالو 100 درهم 150 درهم 200 درهم، يعني كتضمن السلامه ديالك من الدرجه الاولى. جميل. الحاله الثانيه اصدقائي الكرام اللي حبيت انا نتكلم عليها، انه كاين شي وحدين كيقول لك كيف تفرق بين شاحن اصلي وشاحن مزور. عزيزي الكريم، المقارنه لا تاتي في الشكل، بل المقارنه يجب ان تكون في الحاله التقنيه، يعني في المضمون، يعني في داخل الجهاز، يعني يجب بطبيعه الحال ان اعرف ما هي المعايير المتسببه في الخطر والمعايير التي تحمي من الخطر. يعني مثلا اقول ان
المخطط الإلكتروني أو المركبات الإلكترونية التي يجب أن يتم تضمينها في شاحن معين يجب أن تكون على هذا الشكل. عندما سوف أفتح الشواحن سوف يظهر لك الفرق بين الشاحن الأصلي والشاحن المزور. لذلك لا تقل لي أن إذا وجدت عبارة سامسونج بحرف إس كبير معوج لا غير ذلك فهذا راه معيار يخليك أنك تقارن بالميتاسيون بين دوريجين. ما كاينش شي حاجة سميتها ميتاسيون شي حاجة سميتها دوريجين إلا إلا جاك من المصدر يعني من السورس اللي كيبيع الهواتف واللوازم ديالها. يعني راه اي واحد ممكن انه يمشي للشينوا ويقدر يطرح عليهم شي تصميم مثلا ديال شي شارجور ويصيبوا لك خو فوتوكوبي بمعايير اللي هي ميته بدون انه يتم مراعاه النوع الهاتف ولا اي شيء. يعني كيديروه يونيفرسال كيخدم مع اي هاتف ولكن كيسبب الخطر للهاتف من الدرجه الاولى والخطر كذلك في احتراق المنازل. المساله الثالثه وما قبل الاخيره وهي اصلاح الهاتف الريباراسيون. هذه راه طبيعه الحال كتعتبر من بين ابشع الامور لان ما كنحبدهاش. خسر ليا تليفون كنلوحو في الزبل وكنشري تليفون جديد. خسر ليا تليفون او لا الا ما بغيتش التليفون يخسر ليا كنحاول بما امكن انني نحميه انني نرد ليه البال. لانه كتلقى مثلا شخص كيخسر ليه تليفون كيديه عند مصلح هواتف كيقول له دير خسر ليا الكونيكتور ديالو مابقاش كيدوز ليا وهذا حتى كنديرها ولا ها مصلح الهواتف فاش غادي يدير غادي يبدل لك الكونيكتور بكونيكتور ماشي كومباتيبل مع الهاتف. يعني ما فيش الصيغه او ما فيش الميزه ديال انه كيفصل التيار الكهربائي مع الهاتف. يعني ملي كيتشارجا كيفصل التيار الكهربائي. يعني يقدر يدير لك اي كونيكتور المهم كيقول لك على ماس دايز ها هو كيشارجي ولكن راه غير يوصل 100% خصك تحيدو من لا شارج. يعني راه ما فيش هذيك القضيه اللي قلت لكم الاخوان ديال انه كيفصل التيار الكهربائي الا وصل ل 100%. يعني الا وصل ل 100% كيبقى يعطي الشحنه الكهربائيه للشارجر او الباتري وبالتالي فيقدر يتسبب لك الانتفاخ ديال الباتري وضرر للهاتف. داكشي علاش ملي تريباري الهاتف ديالك ما تخليش في الشارج توصل 100% يعني خليها غير 90 ولا 95 وحيدو من لاشارج باش حتى بالك يبقى هاني وما تخليهش بوحدو في الدار. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الاخيره الاخوان واللي بغيت نطرح ملي تكلمنا على وسائل من الادوات الحمايه وتكلمنا على الفرق بين كذا وكذا 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 هي الحمايه. انا راه هنا اللي كنحمي نفسي. راه اخطر حاجه وكيديروها بزاف ديال الشباب وكنلاحظهم اليوم هو انه ماشي كيخلي الشارجور مثلا كينعس بالليل. لا الخطر هو انه كينعس في الناموسيه وكينعس معاه تليفون حداه في الناموسيه ومبرونشي مع الضو. هذا راه هي اخطر حاجه حيت انت ملي غادي دير غير واحد المنطق في دماغك وتقول وكيفاش دابا تليفون كيحرق دار كامله. دابا حنا كنسولو هذا السؤال وكيفاش تليفون كيحرق دار كامله كيفاش الشارجور كيحرق دار كامله. يعني واخا يكون ميتاسيون ولا دوريجا ما يمكنش يحرق دار كامله ويشعل لنا العافيه في الفراش وما ما ما, ما. الجواب هو انه انا حطيت الفتيله وحطيت الشراره. الفتيله هي الناموسيه ولا السداري ولا اي حاجه فيها القطن ولا فيها النيلو ولا فيها اي حاجه. يعني المهم شي حاجه كتشد فيها العافيه. انا حطيت الفتيله وحطيت حداها الشراره اي الشعاله. يعني مثلا اي مركب الكتروني طرطق نهضروا غير على المكتف او الكوندنساتور غير كطرطق هذيك اللعيبه مثلا ملي كيدوز لها واحد الجهد اللي هو مرتفع ولا مثلا الفاريستور مثلا طردقات ولا وقع بلها شي مشكل كيولي الضوء غادي ديريكت للخطط الالكترونيه وبالتالي غادي يعطي واحد الجهد اللي هو غير طبيعي لباقي المركبات وبالتالي فانها ستؤدي الى انفجارها. يعني اي مركب غادي تنفجر غادي يخلق لنا واحد الشراره اللي هي بسيطة وهذيك الشرارة قادرة انها تشعل لنا العافية في السداري كامل. يعني راه العافية راه خصها تشد غير شوية عاود على داك السداري غتشد فيه العافية كاملة غتمشي للسداري الاخر غتمشي للسداري الاخر وبالتالي الدار غادي تولي معرضة للعافية. يعني بحال داك الشيء غادي بحال شي فتيلة كتشعل لنا بلاصة 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 حتى كتوقع الكارثة. في هذه الحالة ملي نبغيو نحميو ريوسنا ونبغيو نشارجيو التليفون ديالنا ما تحطوش فوق السداري حطوا فوق الجليج حطوا فوق السطاح حطوا فوق في الباركو حطوا في البوطاجر ديال الكوزينه حطوا في شي بلاصه اللي ما فيهاش الثوب ما فيهاش النيلو ما فيهاش القطونه ما فيها والو. حطوا في شي بلاصه اللي ايزولي الله يجعلك تمشي تسافر للفلبين التليفون ما غيتفرقع ولا غيطرطق غيطرطق في بلاصتو غادا تشعل العافيه شويه صافي غادا تطفى. يعني غير بالمنطقة الإخوان غادي نقدروا نفهموا ونقدروا نوصلوا للنتيجة اللي هي إيجابية. وحاجة واحدة إلا كان الغاز مطلوق لا قدر الله هذيك هي الأخطر حاجة الغاز مطلوق وطرات لنا شي شرارة ولا شي سيركوي حتى في الضو
راه يقدر يشعل لنا العافيه في الدار كامله. يعني خصنا ننتبهوا لهذه المساله. يعني كتولي الدار بحال عباره على واحد واحد البوطه صغيره كتكومبريسي لينا الغاز، يعني اي شراره غادي تبومباردي ديك الدار، تقدر كاع تريب. هذا الشيء اللي كان الاخوان، ونحاولوا حنا اللي نخلقوا السلامه لريوسنا، ما بقاوش دائما نلصقوا السبب في الشارجور، وما بقاوش نديروا ديك القضيه ديال زربان لا خصني نخشي ولا لا خليه ولا نعس ولا انسان غادي ينعس. نامن التليفون ديالي في واحد البلاصه اللي ما فيهاش كيف ما قلت لكم المسائل اللي غادي تشد فيها العافيه، نامن التليفون ديالي ونعس بسلامه الله والحفيظ الله سبحانه وتعالى. والله يحفظ الجميع، والله يحد البلا والباس، والله يجعل ايامنا تبقى دائما ايام طيبه، وكيقول لك الله يجعل اخرتنا احسن من اولنا. وكنتمنى من صديق القلب تكون توفقت في هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير، بارطاجيوه، الله يرحم لكم الوالدين. انا ماشي زعما كاين درت هذا الفيديو على اساس انني نتفشخر ولا انني يعني نعوم وراء الموجه، ولكن حيت شفت الموضوع كيتكلموا عليه بزاف ديال الناس وكيحللوه من واحد الزوايا اللي هي بعيده، يعني حاولت انني فقط يعني نتقرب لهذه المساله. بارطاجي والله يجزيكم بخير، اللي بغى يديروا فلاشين ديالو يديروا، اللي بغى يصيفطوا في الواتساب يصيفطوا. المهم الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، ميساج بغيت يوصل للجميع، لانه راه حياتك راه بين يديك والخطر بين يديك. وكنتمنى من المسؤولين حتى هما يعني يدققوا الملاحظه ديالهم في مثل هذه الامور، لان راه ماشي غير تقول لي راه كاين واحد الرمز راه معناه ان راه المنتج راه محمي. لا يا اخي الكريم، هذاك الرمز راه يقدر يتزور بسهوله ديال ام سي او ميم سي، راه يقدر يتزور بسهوله، وبالتالي فاحنا ما ضامنينش العمر ديال، ما ضامنينش حتى ذاك المنتج واش فعلا فري ولا فو. تهلاو فريوسكم.